بحضراتكم وحلقة جديدة من القاهرة ومناقشة لأهم الملفات والقضايا والموضوعات محليا وعربيا وعالميا. وفي حلقة اليوم نتابع الرئيس السيسي انطلاق البطولة العربية العسكرية الفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة. وبايدن يقول أن المساعدات العسكرية لإسرائيل تهدف إلى حماية أمنها، وهناك مساعدات إنسانية تقدم لغزة. السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق في ضيافة للأخبار بعد قليل. ونتابع أيضا الحرب الإسرائيلية المشتعلة، بؤر لاشتعال الرابطة بها ومخاوف انفجار المنطقة. كما نتابع هزيمة إسرائيلية أمام المفاوضين المصريين. أهلا بحضراتكم، وهذه الحلقة من القاهرة، ونبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تقام البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالتزامن مع الذكرى 42 لتحرير سيناء، ويشارك في هذه البطولة 11 دولة عربية بينها السعودية والإمارات والكويت وقطر والجزائر وتونس والأردن وليبيا. يظل التاريخ شاهدا على ذلك الخيل الأصيل الذي عبر بفارسه ما بين السهول والدروب، أيقونة الجمال، درع الحرب، بطل الأساطير. تنافس شريف يجمع الإخوة العرب في بطولة هي الأولى من نوعها، تلك البطولة التي تجمع بين الشجاعة والمهارة في ساحة المنافسة إحدى القلاع الرياضية الحديثة، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليبرز ما تمتلكه الدولة المصرية من بنية تحتية حديثة ومنشآت رياضية متطورة. جمهورية مصر العربية، كنانة الله في أرضه، أولى الرسالات ومهد الحضارات، والشقيقة الكبرى التي تمد أيديها بالخير والسلام والمحبة لكل إخوانها العرب. المملكة الأردنية الهاشمية، نشام العرب، معين لا ينضب من المروءة والشهامة العربية. الإمارات العربية المتحدة، نموذج عربي فريد يشاع طاقة خلاقة مملوءة بالمحبة والسلام. وقبل انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية، تفقد الرئيس السيسي متحف الجواد المصري العربي، واستمع الرئيس إلى شرح من عميد أركان حرب إيهاب إبراهيم عبد الحميد، رئيس فرع تدريب إدارة المدرعات بمتحف الجواد العربي المصري المصغر، والذي يضم أقساما، الأول هو الفروسية في عصر محمد علي باشا، والثاني تحدثوا عن تاريخ الخيل العربي المصري ودخولهم إلى مصر في عصر الدولة الوسطى. وأكد عميد أركان حرب إيهاب إبراهيم عبد الحميد، رئيس فرع تدريب إدارة المدرعات بمتحف الجواد العربي المصري المصغر، أن الخيل دخلت مصر في نهاية الدولة الوسطى عام 1780، مشيرا إلى أن الملك رمسيس الثاني هو من استقدم الخيل من الصحراء وقام على تربيته وتدريبه. دخلت الخيل فنم لمصر في 1780 في عصر الدولة الوسطى، في أواخر عصر الدولة الوسطى. المصريين فنم ارتبطوا بالخيل جدا، لدرجه ان هم كانوا بيقتنوا احسن السلالات. بالاضافه فنم كان في مقوله لرمسيس الثاني ان هو اللي استخدم الخيل من الصحراء وقام على تربيتها وتدريبها. بالاضافه فنم عندنا فنم هنا الجواد العربي نظير، وده كان يعتبر ابو الخيول المصريه وعميد عائله الخيول الملكيه، وده كان من اشهر الخيول في القرن العشرين وأكثرهم فحولة، وأنتج عدد من الفحول ما زال مربي الخيل بيبحث عنه حتى الآن.
فيها فنم عندنا شهادة النسب الأصلية، ودي عمرها 1900 من 1934، بالإضافة فنم لشهادة نسب الأب، بالإضافة لكتابة فنم بيتكلم على سجل أنساب الخيول العربية في الجمهورية المتحدة، آخر تحديث ليه 1924. بعد كده فنم ده كتاب أمريكي بيتكلم على الخيول المصرية بالأسماء. بعد كده فنم كتاب اسمه اسطبلات حمدان، وبيتكلم على أهم الخيول اللي كانت موجودة في الاسطبلات، وكان طبعا من أهمها الحصان نظير. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رامي إسكندر، رئيس نادي الفروسية بالجزيرة. أستاذ رامي مساء الخير. مساء الخير. يعني إقامة هذه البطولة الأولى العربية العسكرية على أرض مصر، يعني ما قيمة يعني أن تقام على أرض مصر وخاصة أن هذه هي البطولة الأولى؟ الحقيقة ده حدث كبير جدا وفريد من نوعه، ولأول مرة يحدث على أرض مصر، والحقيقة أبهرنا الافتتاح وأبهرنا المكان والاستعدادات القوية، ولأول مرة يقام هذا الحدث، وتشرفنا كلنا بأن يكون على رأس الحاضرين فخامة رئيس الجمهورية ليحضر هذا الحدث الفريد. أستاذ رامي، أيضا يعني وجود متحف الجواد العربي، وجوده أيضا في مصر، واهتمام مصر دائما بالتراث، فهي في النهاية هي أرض الحضارة، يعني أهمية وجود هذا المتحف بالنسبة للأجيال القادمة أيضا. الحصان المصري هو الحصان الأصل بتاع الخيول العربية، وإحنا السلالات وأصل السلالات كانت جاية من عندنا. وطبعا النهارده لما التاريخ يتكلم ونرصد هذا التاريخ علشان الاجيال القادمه كلها تبقى عارفه تاريخ الفروسيه وتاريخ الخيول، وده الشيء الواجب اللي انا حتى بنادي بيه في نادي الفروسيه عندنا، لان برضه نادي يمكن له علاقه معينه، فبنحاول ان احنا نخلي دائما سرد التاريخ علشان الأجيال كلها تعرف أصل التاريخ بتاعها. هي النهاردة هذا المتحف يعني أبهرنا كلنا لما شاهدناه. أهم المقتنيات الموجودة في هذا المتحف أستاذ رامي؟ الحقيقة أنا مش قادر أسرد لحضرتك دلوقتي علشان يعني مش جاهز لهذه لهذا السؤال. طب أستاذ رامي، يمكن عيد تحرير سيناء، يعني قامت هذه البطولة في ذكرى تحرير سيناء 25 أبريل، يعني صفات الفارس المصري في إنجاز بطولات عديدة وتحرير أرضنا الغالية، يعني كيف نربط ما بين إقامة هذه البطولة في هذا اليوم بالتحديد؟ هو الحقيقة القوات المسلحة المصرية أنها تستقبل النهاردة بطولة العالم العسكرية، البطولة العربية العسكرية دي في أجواء احتفالات سيناء، وده يعني طبعا ربط كبير جدا ما بين الـ يعني الإنجازات العسكرية وسيناء. وطبعا احنا عارفين سيناء والمعارك التي أديرت ودارت في سيناء. فطبعا النهارده دايما بننسب البطولات العسكريه والكيان العسكري مع الاحتفالات بتاع سيناء. طيب وجود يمكن 11 دوله عربيه استاذ رامي، يمكن اهميه يعني الشراكه دائما ما بين مصر وما بين اشقائها العرب في العديد من المجالات، يعني يمكن سياسيه وامنيه وايضا رياضيه. الحقيقه النهارده كان تواجد الدول العربيه كان شيء يفرحنا، ان مصر تكون يعني بتستقبل اشقائها العرب من كل الدول، وكل الفرسان يلتقوا على الاراضي المصريه وبيحتفلوا مع بعض بهذه البطوله. كان مشهد رائع الحقيقه، وده يعني ليس غريب عن مصر وعن ان دايما مصر هي يعني بيقولوا مصر ام الدنيا. صحيح صحيح يا فندم. طيب يعني المشاعر اللي حضرتك يعني رصدتها في هذه الاجواء، يعني حضرتك تشرح لنا يعني البهجه والمشاعر ما بين مصر وما بين اشقاء العرب، وايضا الحضور من الجمهور حتى المصري والعربي. هو
هو الحقيقة النهاردة كان الحضور يعني مبهر ومبهج للمصريين وللأشقاء العرب، وكل كان الحقيقة منبهر بالاستعدادات والتنظيم والاحتفالية بتاعت الافتتاح، كانت حقيقة منظمة جدا ومبهرة الحقيقة. تمام، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رامي اسكندر رئيس نادي الفروسية بالجزيرة، شكرا على هذه المتابعة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية وقف الحرب الجارية بقطاع غزة، محذرا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني بالقطاع وكذلك على السلم والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تناول الأوضاع في غزة والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي. دكتور ماك مساء الخير. مساء الخير. أهلا يعني بداية يعني كيف ترى الوضع الآن ما يتعلق بتصريحات بايدن حول أن هناك مساعدات إنسانية لغزة وكفى وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن حلفائها بالمزيد من الدعم؟ هو ما فيش شك الولايات المتحده الامريكيه لن تتخلى عن اسرائيل وحزمه المساعدات التي تشمل 26 مليار دولار الى اسرائيل، وتصريح الرئيس بايدن ان الاسلحه سوف تتدفق من صباح الغد. فاعتقد ان الامور باتت واضحه ان الولايات المتحده الامريكيه ماضيه في دعمها للكيان الاسرائيلي، حتى وتبين لها ان الكيان الاسرائيلي يعني بيرتكب جرائم ضد الانسانيه وبيرتكب جرائم الاباده الجماعيه وقتل 34,000 من المدنيين نصفهم الاطفال ومن النساء وجرح 77,000 في يعني 201 يوم من عمليات عسكريه. فاعتقد تصريحات بايدن بترد على الكثير من الذين قالوا ان بايدن غير سياساته وسوف يتخذ الدبلوماسية الخشنة مع اسرائيل. اعتقد كل هذا يعني ذهب مع الريح، والان الصورة الواضحة ان بايدن كما قال لا يعني لا يجب عليك ان تكون يهودي لكي تكون صهيوني، انا صهيوني، قال عن نفسه انا صهيوني. وقال في تصريح سابق له وهو في مجلس الشيوخ الامريكي إذ لم تكن هناك إسرائيل لأوجدنا إسرائيل، لأن إسرائيل قدمت الكثير إلى أمريكا في مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، فهي دولة وظيفية ولا أعتقد أنها حليف أو شريك، أي أعتقد امتداد أمريكي في المنطقة. طيب دكتور ماك، يمكن تصريح بايدن بهذا التصريح بأنه سيتم دعم إسرائيل باعتبارها أنها حليف وشريك للولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن أيضا نتنياهو يؤكد على أن هناك عملية قريبة في رفح، يعني كيف نربط ما بين التصريحين؟ هو يعني بايدن يعني عفوا نتنياهو لا يملك رفاهية ألا تستمر العمليات العسكرية وتكون هناك عملية رفح، لأنه يعني يتنفس على العملية العسكرية في الداخل الإسرائيلي، فهو يواجه الكثير من الاعتراضات في الداخل، بل حاولوا إحراق منزله وهو ترك منزله وموجود في منزل ملياردير أمريكي إسرائيلي محصن يعني ضد المتظاهرين. فأعتقد أنه يعرف جيدا مآله إذا لم ينتصر في هذه العملية العسكرية، وهو يعرف جيدا أنه حتى إذا ما دخل رفح وتم نقل الفلسطينيين الى مدن الخيام التي تقوم بها النهارده اسرائيل في على الشاطئ في غزه لنقل المدنيين حتى يتمكن من العمليات العسكريه في داخل رفح، لن يجد الاسرى ولن يجد قاده حماس. واعتقد ان هو مجرد لمد امد الحرب حتى يقتاتوا عليها
ويعني ويهرب من مشاكله في الداخل الإسرائيلي، يهرب إلى الأمام من مشاكله ووضع دائما العرب أمام الحصان. فأعتقد هناك مظاهرات ضارية في إسرائيل اليوم. المتظاهرين رشقوا بن جفير بالأحذية في داخل إسرائيل، وأعتقد أن الوضع في إسرائيل بدأ يعني يحتد، لأن يجدوا أن بنيامين نتنياهو لا يأبه بحياة الأسرى لدى حماس في غزة، ويريد أن يطبق يعني بروتوكول هانيبال، وهو الأسير الميت الجندي الميت أو المختطف الميت أفضل من محتجز حي يتفاوض عليه ويكون هناك صعوبات أمامه. فأعتقد أنه يواجه الكثير في الداخل. لكن في الجانب الأمريكي، الكونغرس الأمريكي بأغلبية المجلسين يعني وقعوا فيك على بياض إلى إسرائيل. لم تكن 17 مليار كما كان يطالب بها بنيامين نتنياهو، بل أغدقوا عليه في 26 مليار إلى إسرائيل، أسلحة جديدة وذخائر جديدة سوف تفتك في أشقائنا في المدنيين في غزة في الأيام القريبة، تحت نظر وسمع وبصر العالم أجمع. أعتقد أن ما يحدث مهزلة إنسانية في كل يعني في كل الأبعاد. الأمم المتحدة المفترض أن مجلس الأمن دوره الأساسي حفظ الأمن والسلم الدوليين لم يستطع أن يحدث لا أمن ولا سلم على مدار 201 يوم، ولن يحدث سلم وسط كل هذه المعطيات الأمنية والسياسية. أنا بشكرك دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونلتقي بعده في حوار مع وزير الخارجية الأسبق سعادة السفير محمد كامل عمرو.